السلام عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناة. عندي ما نقول لك الصنعه. هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غيكون عباره على واحد الفكره جديده ديال زي في حياتي. هذه الفكره هذه غادي نستغلوا فيها البقايا ديال الخيط. الوغ فاش كتخدمي فولارات اولا شي حاجه ديال الصوف، كيبقى لينا بزاف هكا ديال الخيط وكيبقى محطوط حتى مع المده صافي كنشدوه كنلوحوه. الوغ واحد الفكره هذه بغيت نتقاسمها معكم، لما لاننا نستغلوا هذه البقايا ديال الخيط. الوغ الفكره شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا، هادو هما الخيوط اللي غنستعمل وهادو هما الشوشات. الوغ فولار واحد غادي نستعمل فيه اربعه ديال الالوان. الوغ كل شوشه ها هي غادي نديرها في لون وغادي نستعمل نفس الخيط. الوغ نتمنى من الله ان الفكره تعجبكم. بالنسبه للاخوات اللي تيقولوا لي كيجيهم الصوت ناقص في الفيديوهات، الوغ غنحاول اليوم ان شاء الله تعالى نرفع من الصوت ديالي باش يجيكم الفيديو مفهوم. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ غادي نستفنى الالوان على هذا الشكل، غادي ندير روز خضر الاصفر عاد الاحمر، غنستفهم نفس الطريقه فاش غادي نخدم هنا. غادي نبدا بالروز. الوغ الخيط على شعره كروشي رقم جوج، وعندي هنا غادي نخدم بهذا الصقل اللي هذا على اربعه ديال الشعرات. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ السطر الاول غيكون عباره على حشو فقط، غنديرو بهذا اللون هذا الروز. بالنسبه للاخوات اللي تيقولوا لي بداي معنا الفولار من الاول، الوغ انا اليوم غادي نبدا معكم ان شاء الله تعالى من الحشو. الوغ كيف ما قلت لكم هذا فولار دايز ليه سورجي، ما كنحبكوش كنجي مباشره وكنخدم. الوغ ثبت الخيط ديالي بهذا الشكل. دائما في الحشو تاع الفولار كندير سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة. لاحظوا ها هو التوب كيتسنعب بوحدو، حشو سلسلة. الوغ غادي ندوز السطير الأول كلو عبارة على حشو بهذا الشكل. اش كندير؟ سلسله كنشد كروشي كنخشيه في التوب كنجبد الخيط كنخدم حشو سلسله. نشيل الكروشي نجبد الخيط نجبد الحلقات بجوج سلسله نخشي كروشي نجبد الحلقات بجوج ونحاول نمشي بنفس القياس. هنا البنات انا ساليت السطر الاول جبت اللون الثاني غنثبتو على هاد الشكل. حاول هاد الخويطات هادو غادي ندفنهم معايا، غندير واحد الحشو. واش غندير؟ غندير سلسله حشو سلسله حشو. غندير ثاني ثلاثة ديال السلاسل، وحده جوج ثلاثة. نخلي الفراغ الاول نمشي للفراغ الثاني ندير فيه حشو وندير سلسلة. الوغ غنبدا نخدم ثلاثة سلسلة حشو سلسلة حشو، ندير ثلاثة د السلاسل واحد جوج ثلاثة. نخلي فراغ ونمشي للفراغ الموالي وندير ثاني ثلاثة ديال الحشو سلسلة حشو سلسلة حشو، واحد جوج ثلاثة. خلي فراغ نمشي لفراغ موالي ندير حشو سلسلة حشو سلسلة حشو، واحد جوج ثلاثة. خلي فراغ نمشي لفراغ موالي ندير واحد حشو. الوغ هاد السطير هذا غيكون كله على هاد الشكل، ثلاثة ديال الحشو ثلاثة السلاسل ثلاثة ديال الحشو ثلاثة السلاسل، تنكمل الدورة ديالي كاملة. كما كتشوفوا البنات ساليت السطير الخضر، أنا دابا بديت الصفر. اش كندير؟ غندير هنا ثلاثة السلاسل. الوغ فوق من السلاسل فوق من الحشو كندير سلاسل، كنجي لهاد ثلاثة السلاسل غنخدم فيهم ثلاثة ديال الحشو. الحشو الأول ثاني ثالث، واحد جوج ثلاثة السلاسل. نقز هاد الحشو ونجي للفراغ ونخدم ثلاثة ديال الحشو
جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة. نغلق كل فراغ نخدم فيه الفعل. الله يسهل على كاع البنيات يا ربي امين. الو واحد جوج ثلاثة، نجي الفراغ ونخدم ثلاثة ديال الحاج. واحد جوج واحد جوج ثلاثة، أو غادي نكمل الدورة كاملة على هاد الشكل. غيبقى ليا عين باللون الأحمر، تا هو غادا نخدمو عبارة على حشو، وغادا نلصق الشويشات ديالي وباش نشوفو جميع النتيجة النهائية. شوفو البنات، هادي هي النتيجة، غتكون على هاد الشكل. دابا وصلت للقلت، غادا نوجد الشويشات ديالي. هدا كيما قلت، كل شوشة غادا نديرها لون. كتعرفوا كيفاش الطريقه باش كنركب الشوشه، ودائما كنخدمها على هاد الشكل، كنركبها مباشره. وغادي نخدم واحد الغرزه كما كتشوفوا. هلا كيفاش خدمت هاد السطر الاخير. الو الفراغ كندير فيه ستة ديال الحشو. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة، مشي الفراغ بوالي دير فيه ستة ديال الحشو. علاش هاد الأخير درت فيه ستة؟ باش يجي شوية واقف، والوقت اللي نديرو الدرة على راسنا أولا أبخي ما نصبنوها ما ينعسش لينا هاد الطريس. واحد جوج ثلاثة، والفراغ نوالي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة، باش نوريكم النتيجة. ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. كيما كتشوفو البنات، صراحة جات النتيجة روعة، جات زوينة بزاف كاع. ألوغ أحسن فكرة باش نستغلو البقايا ديال الخيط ديال الصوف منضيعوش فيه، وكذلك حتى البقايا ديال السقلي. ألوغ بالنسبة للشوشات راه خدمتهم بهاد السقلي هدا اللي كيبقى ليا، هو باش كملت، هو باش خدمت الشوشات، ألوغ باش نوفر واحد شوية. والنتيجة صراحة روعة روعة روعة، وطلع بسرعة لأن مخدوم لي بالحشو، طلع بواحد السرعة كبيرة. انتظروا مني فيديوهات بحال ما هاد الشكل لاستغلال البواقي ديال العقيق ديال الخيط، وكذلك ديال الصم. نتمنى من الله أن الفكرة تعجبكم، نتمنى من الله أنكم تطبقوها وتستافدوا منها بحال ديما. فرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.